ما أريد من هذا الشعب إلا أن يزيد في الحمد والشكر إلى الله عز وجل، ويزيد من محبة الوطن، ويزيد من العمل ومضاعفة العمل لما يسعى فيه من خير له وللدولة والأهل. هذا اللي أنا أدوره من شعب، وربنا إن شاء الله يوفقنا جميعا على ما يحب ويرضى. الحضور الكريم صاحب رؤية وتوجهات متماشية مع دولة الإمارات الحبيبة، ولديه خبرة قيادية في عالم البزنس والوساطة المالية والتجارية، وصاحب مجموعة شركات متعددة الأنشطة، واسم يلمع في عالم الأعمال وبالتحديد في مجال الاستثمار. الشيخ صقر بن علي بن سعيد النعيمي يتحدث عن إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية والرؤية المستقبلية خلال الخمس السنوات القادمة، فليتفضل مشكورا. سادة الحضور، مرحبا بكم جميعا في حفل شركة نور الهدى للاستثمار تحت عنوان ويلكم 2024. مرت فترة تقارب 7 أشهر منذ بداية تطبيق مفهوم الاستثمار الآمن الذي تبنته الشركة، وبفضل الله وجهودكم العظيمة اكتسبنا ثقة العملاء ووصلنا لعدد كبير من المستثمرين بقدرة مالية عالية تم ضخها في المشاريع القائمة، وتم عمل دراسات جدوى لمشاريع قادمة بإذن الله. إخواني وأخواتي الحضور، معكم بدأنا وبكم نكمل المسيرة. نتمنى لشركة نور الهدى للاستثمار المزيد من النجاح والتألق خلال الخمس سنوات القادمة. نتشرف اليوم بلقاء سمو الشيخ صقر النعيمي صاحب شركة نور الهدى للاستثمار. أهلا وسهلا بك. يا هلا يا هلا، شرفنا اليوم. شرف لي يا طال عمرك. سموك، لو تحدثنا عن هذا الإيفنت اليوم، لو تحدثنا عن نظرتكم المستقبلية ونظرة شركة نور الهدى للاستثمار في عام 2024. أول شيء أنا حاب أشكركم أنتم على حضوركم وعلى المستثمرين اللي وقفوا ويانا في هالإنجاز. نحن بدينا أول شيء فترة قصيرة تقريبا 7 شهور، وكان عندنا طموح أن نحن ندخل في عدة مجالات، وبدينا الحمد لله في المجال الطبي وكسبنا ثقة المستثمرين، وقدرنا اليوم أن نحن ننجز مشاريع كثيرة وتعددنا في المجالات. ونحن عندنا نظرة إن شاء الله في سنة 24 أن يكون عندنا مصانع في دولة الإمارات، ونحن نطمح إن شاء الله لإنجازات أكبر عن كذي ومشاريع أكثر، وإن شاء الله مع المستثمرين وبدعم من دولة الإمارات اللي هي داعمة لهذا المجال، ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله. صحيح، دولة الإمارات هي الداعم الأول لجميع المستثمرين. صحيح صحيح صحيح. شكرا شكرا سمو، شكرا، أتمنى لكم المزيد من التوفيق. مشكورين مشكورين.
لو تعرفينا أكثر عن شخصك الكريم وتحدثينا عن نظرات الشركة في عام 2024. مبدئيا أنا لوبانا نصر الدين، بارتنر بنور الهدى للاستثمارات، واحدة من شركات الشيخ صقر النعيمي. التقينا نحن قبل بمرة بال 2023 بشهر 7. لما التقينا المرة الماضية كان هدفنا الأساسي هو لونش وافتتاح نور الهدى وانطلاقته بالسوق. خلال الفترة الماضية 6 شهور 7 شهور الماضيين كنا مركزين جهدنا الكامل ليكون انطلاقة أساسية لهي الشركة، وفعلا نسبة اسمنا بالسوق الحمد لله بفضل رب العالمين بال 2024 سبب تجمعنا اليوم لنخبر الناس اللي كانت معنا واللي آمنت فينا وثقت فينا نحن شو عملنا، نحن وين وصلنا، شو الشغلات اللي اشتغلناها الفترة الماضية اللي نحن بالأساس كنا متبنينا فنحن عملناها ولا لا. فاليوم اجتمعنا وكان الاجتماع هذا الأساسي بس لنخبر الناس فعلا نحن شو عملنا شو سوينا خلال الفترة الماضية. مدام لوبانا، ذكرت لي عن الرؤى اللي بنيتوها في سنة 2022، لو تحدثينا أكثر كيف تم تطبيقها على أرض الواقع؟ طيب نحن بانطلاقتنا المرة الماضية كان بالحفل في سلوغن لنور الهدى أطلقناه اللي هو نور الهدى سيف انفستمنت، الاستثمار الآمن خلال نور الهدى. فعليا نحن كان عندنا فكرة أنه حضرتك كمستثمر كيف ممكن أنت تكون بالسوق، نعم، تستثمر الفلوس الموجودة معك تأخذ منها عائد أرباح عالي، نعم، نفس الوقت تحافظ على رأس مالك. اللي بيميز سوق الإمارات أنس أنه سوق الإمارات جدا واسع وتنافسي بطريقة كتير كبيرة على مستوى العالم، فأنك تكون بسيف انفستمنت داخل هذا السوق فهو تحدي كتير كبير وتشالنج كتير كبير كان بالنسبة لنا. هذا السبب اللي خلانا نختار القطاع الطبي عشان هو من أكثر القطاعات يلي ثبت خلال السنين الماضية استمراريته نجاحه، العائد والدخل اللي بيطلع منه جدا عالي بلس الدولة دعمته. يعني نحن اليوم حكينا المرة الماضية انه الدولة حاطة فيه اكثر من 7 مليار درهم اماراتي كميزانية الدولة، فما بالك بالقطاعات الصغيرة كان ممكن تطلع منها ارباح. هذا السبب اللي خلانا نتبنى هذا السلوغن، وبالفعل نحن على ارض الواقع عم طبقينه ووصلنا لمرحلة الحمد لله عنا مراكز تجميلية تحت اسم نور الهدى وخاصة فينا، عنا دراسات جدوى لمستشفيات باختصاصات متنوعة لسه ما انطرحت بالسوق كخاص يشتغل بهذا الموضوع، وإن شاء الله يكون في الكثير كثير من المفاجآت لكل الكلاينت الموجودين معنا. شكرا لك مدام لوبانا، أتمنى لكم مزيدا من التوفيق. شكرا كثير لك يا أنس، وإن شاء الله الاحتفالات الجاي والإيفنتات الجاي تكونوا كمان عم تغطوا لتطوروا أكثر وتشوفوا نحن وين صرنا. أكيد إن شاء الله. يعطيك الألف عافية. شكرا شكرا. إحنا اليوم عندنا حفل شركة نور الهدى للاستثمار. كان هذا الحفل كنا نبغي نشكر فيه الناس اللي دعمتنا، المستثمرين اللي كانوا سبب في هذا النجاح. بدينا نحن تقريبا من فترة بسيطة اللي هي 7 شهور، وكان عندنا نظرة إنه نحن ندخل هذا المجال وننجح فيه ونوسع. فاليوم نحن هذا الحفل كان إنه نشكر المستثمرين اللي وقفوا ويانا وحطوا الثقة. حابين نقول لهم صحيح، احنا حابين بهذا الحفل نقول لكل المستثمرين اللي كانوا معنا خلال الفترة الماضية شكرا من القلب على الثقة اللي عطتونا اياها. نحن ابتدينا بشهر 7، نحن اليوم بشهر 22 24، يعني الفترة الزمنية جدا قليلة لكن كان نجاحها كثير كبير بسبب رعاية سمو الشيخ صقر النعيمي بلس توجهات الدولة بشكل عام ونحن مشينا عليها فعليا. وهذا مجال الاستثمار كان من أنجح المجالات اللي نحن اشتغلنا فيها لأنه كانت الخطة صحيحة ومدروسة بناء على دراسات الجدوى اللي أنتوا أمنتوا فيها، ونحن اليوم وصلنا لها بفضل جهودكم وثقتكم فينا. فشكرا كثير من القلب، شكرا من سمو الشيخ صقر النعيمي لكل المستثمرين اللي كانوا معنا الفترة الماضية. شكرين. والآن معنا الدكتورة سراب إحدى أعضاء فريق عمل في شركة نور الهدى للاستثمار في المجال الطبي. أهلا وسهلا فيك دكتورة. يا أهلا بك. أهلا وسهلا فيك. لو تخبرينا أكثر عن نفسك وتخبرينا أكثر عن الإيفنت الحاصل اليوم في شركة نور الهدى للاستثمار في عام 2024.
معكم دكتورة سراب سلوم، أخصائية الجلدية والتجميل. سعيدة جدا بانضمامي للأسرة المميزة بالاستثمارات المتنوعة المتعددة. شركة نور الهدى اسم موثوق. حاليا أنا عم بشمل الحيز الاستثماري للاستثمار الطبي التجميلي. أنا مسؤولة عن التجميل بالشركة بإحدى عياداتهم. بالنسبة لإيفنت اليوم كان كتير مميز، مرتب، منسق، في جهود مميزة واضح، ترك بصمة مهمة. بتمنى الكل يشعر بأهمية، يعني في صدى مهم لجهودهم، يعني هم حابين يطلعوا أفضل شيء من كل الفريق عندهم، وحابين صحيح. وفي عندهم شكر يعني دائما عميق، فهذا الشيء بيعزز ثقة الموظف. صحيح. والشكر موصول لسعادة الشيخ نياف الشيخ، يعني بصراحة شخص كتير مميز، ذو بصيرة، عنده تطلعات، هذا الشيء كتير بيشعرنا بالتميز. بالتأكيد. شكرا لك دكتورة، نتمنى لك المزيد من التوفيق. شكرا لك. الآن معنا ضيفنا الكريم خليفة الزرعوني، بارتنر في شركة نور الهدى للاستثمار. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. أخ خليفة، لو تحدثنا عن رؤية الشركة، شركة نور الهدى للاستثمار في عام 2024. أول شيء الشركة قامت هذا الحفل اليوم بمناسبة مرور سنة عليها. الحفل تحت مسمى ويلكم 2024. سبب الحفل هذا أن نطرح فيه شو الأمور اللي بتقوم فيها نور الهدى بالاستثمار في الفترة القادمة إن شاء الله. أنا كداعم استراتيجي وشريك استراتيجي للشركة في القطاع الصحي، حضرت اليوم هني عشان نشرح للناس ونوضح شو نوعية الاستثمار اللي الشركة تشتغل فيه. استثمارات شركة نور الهدى اللي هي تابعة لسمو الشيخ صقر هي الاستثمارات في المجال الصحي والقطاع الطبي والأدوية والأمور هذه. ما شاء الله ما شاء الله، نتمنى لكم مزيدا من التوفيق. شكرا لك. شكرا لك. شكرا، يعطيك العافية. شكرا حياك.